السلام عليكم حبايبي، شلون الصحة؟ إن شاء الله بصحة وعافية. تلاميذي الحلوين الأعزاء، تلاميذ الصف السادس من مدارس أشتار الابتدائية الأهلية، طبعا في بداية المحاضرة أرحب بتلاميذنا الجدد اللي التحقوا مؤخرا، وأتمنى لهم إن شاء الله النجاح والموفقية ومواصلة التميز مع مدارس أشتار إن شاء الله. طبعا حبايبي استلمتوا اكثركم الكتب، واريد المحافظه على الكتاب، يعني من ابدي اداوم ان شاء الله اشوف الكتاب مجلد ومحافظين عليه، فقط عليه اليافطه مالت الاسم، لا تخلوا لا لزقه ولا شخابيط ولا تلوين، كل شيء ما اريد على الكتاب، يعني وكانه هس الان مستلمين، يعني اريد تحافظون على الكتاب وكأنه الآن مستلمين، ديروا بالكم عليهن، لا تخلون لا لزقة ولا صورة ولا تكتبون ولا تشخبطون، هذا مهم وهذا ما مهم، كل شيء ما تأشرون، أريد أشوف الكتاب مجلد، والكتابة ما مجلد ترى أسحب، أريد الكتب، وشلون أنتم حلوين كتبكم حلوة مثلكم حبايبي. الآن طبعا درسنا موضوعنا اليوم قواعد اللغة العربية، وموضوعنا الموضوع الأول هو موضوع النكرة والمعرفة إن شاء الله، ومعكم معلمة المادة طبعا إيمان سعد رؤوف للتلاميذ الجدد اللي ما يعرفوني، إن شاء الله كلهم التحقوا. هسه اللي أطلبه طبعا كالعادة نوقف الشات، لأن راح ندخل بالموضوع وأريد تركيز، لأن احتمال إذا بقت فد ربع ساعة 10 دقائق راح أسوي مسابقة، والمسابقة بين البنات والولد، يعني أعدادكم تقريبا ها شوية متقاربة بيناتكم فرق. فهسه نوقف الشات، محمد مازن كل شيء ما تكتب ولا صورة ولا يس ولا نو، يلا انتبهوا، ها هي اخير واحد يوسف وائل وانتهى، بعد ما حد يعلق ولا حد يكتب، انتبهوا علي على موضوع اليوم. موضوع النكرة والمعرفة، تتذكرون اخذنا بالعام السابق والقبل الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والكل الآن يعرف ما معنى جملة اسمية وما معنى جملة فعلية، لا تكتبون شيء، أنا فقط دا أتذكر، كلكم أدريكم والله كلكم شطار. قلنا الجملة الاسمية وهي الجملة التي تبدأ باسم، ونعرف الاسم اللي العام اللي كنا نرفع ايدينا، اسم يشمل إنسان ممتاز وحيوان ونبات وجماد والمكان أو المدينة والصفات. طبعا الصفه كان اكون اقول مخلص، اقول مؤدب وهكذا. الجمله الاخرى، الجمله اللي تبدا بفعل، اسميها جمله فعليه، جمله تبدا بفعل. طبعا هذه الافعال اخذناها العام، قلنا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل امر. هنا يناضل، جاءت فعل مضارع، يناضل بدات الجمله بفعل، يناضل جمله فعليه، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعية ضم الظاهر على آخره. هذا الموضوع ليش أعطيتكم يا أنا كمقدمة؟ راح يتعلق بموضوعي الآن، كون هذه النكرات اللي راح ناخذها اليوم هي أسماء. النكرات عبارة عن أسماء، موضوعنا اليوم النكرة والمعرفة، باعوا زين، موضوعنا اليوم النكرة والمعرفة. الآن سنتعرف ماذا أقصد بالنكرة؟ ماذا أقصد بالنكرة؟ صوتي واضح حبايب، تسمعون أمي؟ كتبوا لي ما يخالف، كم واحد يكتب صوت واضح؟ عاشت إيديكم، عاشت إيديكم. ممتاز ممتاز. زين وياي. يلا اترك، اترك الشات وياي، انتبه. يلا. زين. النكرة والمعرفة. ماذا أقصد بالنكرة؟ ماذا أقصد بالنكرة؟ انتبهوا علي، هسه أوضح لكم إياها شوية بمثال بسيط. النكرة وهي اسم، هذه أريد كلش تركزون عليها، وهي اسم يدل على شيء غير معين، أريد تركزون على اسم وعلى غير معين، انتبهوا علي. شوفوا احيانا حتى من الاصدقاء شويه يختلفون بيناتهم، راح اقرب لكم الصوره، يختلفون بيناتهم على فد مشكله ما، صديقه يقول له والله انا ما دريت ما سمعت، فالاخر يقول له، يقول لا نكر، يعرف بس نكر،
يعني شنو نكر؟ لأنه لا يفهم شيء، يعني ما يعرف شيء، ما يعرف عنا شيء. إذا النكرة فد شيء غير معين، غير مدلول، غير مفهوم، يعني وإن كان هو اسم، وإن كان اسم. تبع علي هنا مثلا إذا أقول هنا بعض تلميذ، تلميذ اسم، اسم لشخص إنسان. هنا درس، درس هنا درس، درس أيضا اسم لجماد، مو هذه كلها أسماء. لكن أي تلميذ الذي كتب الدرس؟ أي تلميذ الذي كتب؟ لا نعرف، يعني عدة تلاميذ جالسين أمامي بالصف لكن لا من كتب الدرس. إذا هو تلميذ، والتلميذ مسؤول عن كتابة الدرس. أيضا درس كتب التلميذ درسا، عندي مجموعة من الدروس، درس العلوم ودرس القواعد ودرس القراءة ودرس الإنجليزي والرياضيات والإسلامية وهكذا، عدة دروس. ماذا كتب هذا التلميذ؟ درسا. لا أعرف ما الذي كتبه، لا أعرف ما الذي كتبه. زين تبوا علي هنا الجملة الأخرى، عالج طبيب مريضا، عالج طبيب مريضا. عدة أطباء وعدة اختصاصات، مو ما شاء الله الله يحفظهم آبائكم أكثرهم أطباء وعدة اختصاصات، ولكن أي اختصاص الطبيب اللي عالج هذا المريض، وأي مريض بأي مرض؟ إذن الطبيب هو إنسان والمريض أيضا إنسان، فهذه كلها أسماء، كلها أسماء. إذن هسه صارت عندكم فكرة بأنه نكرة اسم، يعني هسه أنا هذا التعريف شرحناه على هذا، هي اسم، النكرة هي اسم، اسم ولكن يدل على شيء غير معين. لا أعرف أي تلميذ، ولا أعرف أي درس، ولا أعرف أي طبيب، ولا أعرف أي مريض. تلاحظون؟ إذن يوسف حيدر أبعد لي أنت قريب، لأن الباقين حبيبي دا يسمعون، أبعد أنت قريب من الراوتر ماما شوية. ليش هاي من عندكم ماما؟ من النت مالتكم؟ يعني الباقين دا يسمعون، الباقين عندهم النت زين. اسمعوني حبايبي، أنا راح أسجل أول هذه كل الأحوال على الفيديو، راح ينزل عندكم على اليوتيوب، وراح أنزلكم إياه على الموقع، راح أنزل. اللي ما يفهم شيء يحاول يعيده، يعيد الشرح، انتوا اكيد راح تعيدوا لي، لان هذا قواعد لازم تعيدوا لي اياها كم مره حتى تفهمون معناه، حتى تفهمون الموضوع كل زين. فتحاولون هذه، يعني شو نسوي؟ هذا يعني مشكله النت، مشكله الانترنت هذه اللي ما نسيطر عليها. قسم من عندهم بعض يكتبوا لي زين، وقسم من عندكم يقولون ضعيف. اذا مشكله النت مالتكم ماما، لان فإن شاء الله على اليوتيوب أو على الجروب أنا راح أنزل وتعيدون الموضوع حتى تفهموه بعد أكثر. زين هسه راح نتابع. زين إذا شوية راح نعيد حتى لا تقطعون، اترك الشات ماما. إذا النكرة قلنا النكرة وهي كل اسم يدل على شيء غير معين. اسم هاي أريد تركزون عليها. زين هل يجوز أقول كتب اسم؟ كتب اسم إذا كتب فعل. هل يجوز أن أقول عالج فعل؟ عفوا اسم، إذا عالج فعل ماض مبني على الفتح، وكتب فعل ماض مبني على الفتح. زين هذا بالنسبة إلى النكرة، بالنسبة إلى النكرة قلنا كل اسم يدل على غير معين. تلميذ اسم لشخص، درسا اسم لجمال، طبيب اسم لشخص، مريضا اسم لشخص. زين الآن راح ننتقل، راح نتعرف على المعرفة. ماذا أقصد بالمعرفة؟ المعرفة عكس النكرة تماما. شوفوا من اسمها، معرفة يعني شنو؟ يعني شيء معروف، مو يعني شيء معروف، يعني شيء معروف. هنا من أريد أعرف المعرفة أقول كل اسم يدل على شيء معين، على شيء معين. كل اسم، ركزوا لي على اسم،
إذا من أقول اسم يعني أستبعد الأفعال وأستبعد الحروف. من أقول اسم أستبعد الفعل وأستبعد الحرف. هسه إن شاء الله من خلال هاي المحاضرة راح أبين لكم ليش أستبعد الفعل وليش أستبعد الحرف من خلال المحاضرة. انتبهوا علي. طبعا كل اسم أريد أعرفه، شوفوا هاي الملاحظة، كل اسم أريد أعرفه يعني مو أنطي تعريف مثلا هذا، لا أجعله معرفة. كل اسم أريد أحوله من النكرة إلى المعرفة، كل اسم أحوله من النكرة إلى المعرفة. عندي عدة مواضيع للمعارف، لكن الاسم من أريد أعرفه يعني أحوله من المعرفة إلى النكرة راح أضيف له ألف ولام. ألف ولام، هذه الألف ولام تسمى التعريف، تسمى التعريف. بعو السفر، الأزهار، الحديقة. هذه قبل الألف واللام، إذا راح أرفع الألف واللام مثلا من كلمة السفر، كلمة السفر راح أشيل الألف واللام، راح تبقى عندك فقط سفر. تصبح، تصبح، جاوبوا على الشات. إذا أرفع الألف واللام تصبح، الألف واللام تصبح كلمة سفر. كلمة سفر شو راح أسميها؟ نكرة أم معرفة؟ شو أسميها؟ كلمة سفر. إذا بدون الكل الزين لارا ليس أحسنت يا وردة الوردات، عاشت إيديكم نكرة، عاشت إيديكم، أحسنتم، أحسنتم، كل الزين، كل الزين، عاشت إيديكم. إذن إذا أرفع الألف واللام من كلمة السفر راح تصير نكرة، وكذلك الأزهار وكذلك الحديقة. شوفوا الأزهار طبعا اسم لنبات، والحديقة أيضا اسم لجماد، تعتبر ولو بها يعني نبات وشي، بس احنا نعتبرها لأن حديقة عادي يعني فتشي جماد وأزرع بها الأزهار. الأزهار اسم لنبات. شوفوا ده تتكرر عندي الأسماء، ده تتنوع يعني، ده تتنوع. هنا هنا لا أقول مثلا رجع رجل من السفر. شوفوا حددت محمد، إذا من قلت محمد، محمد مازن مو عليك، لا هذا غير محمد. إذا محمد إيه عاشت إيدك أنت الأول، ما يخالف. إذا مصطفى ماما حبيبي ما يخالف، خلي الصوت بعدين عيد الفيديو وشوفه، لا تقطعون المحاضرة وياي، انتبهوا علي. إذا إذا وياي وياي حبايبي، لو أقول رجع رجل من السفر، إذا رجل ما أعرف يا رجل، إنما حددت عرفت محمد، عرفت إنه محمد رجع محمد من السفر، تبوا علي. وكذلك تفتحت الأزهار يعني الورود في الحديقة وكذلك. لكن هذا الموضوع، هذا الموضوع إحنا شوية يعني مدخل لكم المعرف به، المعرف بالمطلب لكم من انواع المعرفه. ليش؟ لان معرف لكم الاسم النكره يعني محوله الى معرف، محوله الى معرفه، فيدلل لكم بانه الاسم النكره اذا اضيف اليه الف ولام راح يصبح معرفه. لكن هذا النوع من المعارف الى موضوع خاص، وهو المعرف بال. إذا أنواع المعارف اللي راح ناخذها بالمواضيع، حتى شوفوني إن شاء الله بكتاب، ثلاث أنواع معارف. يعني هذه المعارف تحول من النكرات إلى المعارف، ولكن بمواضيع خاصة. يعني كل موضوع أنا راح أشرحه على حدة. يعني أول موضوع هسه ناخذ المعرف بال، بالوقت اللي هو هسه مدخل لكم بالمعرفة، معرف المعرف بأل يعني محول النكرة إلى معرفة. ليش؟ لأن الاسم كيف يعرف الاسم؟ بإضافة ألف ولام في البداية، فيصبح معرف بأل، فيصبح معرف بأل. لا تكتبون شيء، انتبهي فاطمة حبيبتي، فاطمة ياسر وياي إلى أن أكمل واسألي حبيبتي، إلى أن أكمل واسألي. إذا أنواع المعارف، المعرف بأل واسم العلم والمعرف بالإضافة. هذه نعم أنواع المعارف تحفظ، والتعريف أيضا يحفظ، لأن إذا احتمال امتحان وزاري
تدخل بالامتحانات التعاريف، فاني احفظ يعني انتم مسؤولين عن تعاريف القاعده، شلون العام؟ العام مو انتم تحفظون القاعده، السنه هم نفس الشيء. فتعريف النكرات، تعريف المعارف، نعم يحفظ. زين. اضافه الى انواع المعارف، هذه تحفظوها مثل اساميكم، وان راح ناخذها، عفوا حبيبتي، وان راح ناخذها بمواضيع كل واحد على حده شرحه، يعني كل موضوع خاص بموضوعه. ولكن احب ان تتعرفون على انواع المعارف، وهو المعرف بال واسم العلم والمعرف بالاضافه. راح ارجع اعيد اقول المعرفه كل اسم يدل على شيء معين، يعني اعرفه هذا الشيء، اعرفه يعني من اتكلم اعرفه. لكن هنا قلت لكم نزل لكم احد انواع المعارف اللي هو السفر. لماذا؟ لان الاسم عندما يعرف ادخل عليه للتعريف، اسميها الالف واللام للتعريف. يعني اذا اعطي اسم اقول مثلا مدرسه، حولها الى معرف بال ستقول يلا عتشات، اعطي مدرسه. اذا ادخل عليها للتعريف مدرسه نكره، ادخل عليها للتعريف، احسنت فاطمه اي جعفر، ممتاز، اقول المدرسه، كلش ممتاز، نعم كلش زين، اقول المدرسه. اذا كانت نكره راح تصبح بعدين المدرسه، وقفوا لان كتبتها اول وحده فاطمه كتبتها، اذا الدرجه اليوم الفاطمه، فوقفوا راح تصبح معرفه. اذا صار عندي قلنا النكره والمعرفه، قلنا النكره اسم يدل على شيء غير معين. انتبهوا على الجمله، هذا انا عدتها لهذه مقصوده، لان هسه راح اسال سؤال الاذكياء. تتذكرون العام سؤال الاذكياء اللي كانت عليه 10 درجات؟ هسه راح اساله، انتبهوا علي. اقول يلا عوف الشات وياي على الشاشه، عينك على الشاشه، انتبهوا، لان السؤال من ضمن الشرح. شلون العام كنت اسوي؟ السؤال من ضمن الشرح، انتبهوا علي. قلنا النكرة اسم يدل على شيء غير معين. إذا المثال راح أرجع، قلنا كتب لا تعتبر اسم بل فعل، إذا هي ليس من النكرات. إذا هنا أستبعد الفعل، فقط أركز على الأسماء، فقط الاسم. إذا كتب تلميذ درسا، عالج طبيب مريضا. طبعا هذه الجملتين نكرات، هذا الفعل تلميذ ودرسا وطبيب ومريضا نكرات. سؤال الأذكياء اللي يقول ما الشيء الذي جذب انتباهك في النكرة؟ ما الشيء الذي نركز عليه في النكرة؟ لا مو قل التعريف ولا على كيفكم، اكتبوا حتى الحق. لا رلي مو الضمه، لا ولا التنوين. محمد مازن احسنت، التنوين محمد مازن احسنت، اذا العشر درجات حصلها محمد مازن التنوين. وقفوا لا ها هي بعد لحد يغش. ها هي، اذا احسنت محمد مازن. إذا التنوين، انتبهوا علي، من خلال المعرفة مالتنا، يعني شلون نعرف هذا الاسم نكرة؟ بعد راح أقول لكم، أعيد السؤال آية حسين، وياي، انتبهوا علي. قلنا ما الذي جذب انتباهنا بالأسماء النكرة؟ شنو اللي هو كلمة تلميذ هي نكرة. قسم قالوا لي بدون ال، لا هي بدون ال، اي اولا صحيح بدون ال، لكن اكو شيء اكثر بعد وهو التنوين. اذا اكو ملاحظه بالنكره،
يجب أن تكون النكرة منونة، يعني أنون، سواء تنوين ضم أو تنوين فتح، أو حتى تنوين أحيانا يجيني تنوين كسر، المهم تنوين، المهم تنوين. يعني أقول سلمت على معلم، سلمت على معلم، يجيني تنوين كسر. فحسب موقع الكلمة بالجملة، يعني حسب موقعها الإعرابي، سواء كانت مرفوعة سواء كانت منصوبة، المهم يجب أن يكون الاسم النكرة منون. أما الاسم المعرفة فيكون فقط محرك، يعني بدون تنوين. الاسم المعرف المعرفة، شوفوا شوفوا هنا، شوفوا محمد، محمد من السفر. شوفوا هنا تفتحت الأزهار، وهنا في الحديقة. ليش؟ لأن هنا موجودة ألف لام، يعني ما أقدر أقول تفتحت الأزهار، صعبة. تفتحت الأزهار هي مترهم، وفي الحديقة هم مترهم. إذا هنا شوفوا، هسه راح أعطيكم فد ملاحظة، أنا الآن شو أسوي لهم إياه على شكل حركة، بس هسه أنا مدى أشوفكم إن شاء الله بالصف من أعيد لكم إياه أسويها للحركة، لكن أحفظوا هذا. أكو أل ماكو تنوين، ماكو أل أكو تنوين، هاي حفظوها، هاي سووها مثل القصيدة. أكو أل ماكو تنوين، ماكو أل أكو تنوين، فهمتوا علي؟ فنسويها مثل القصيدة، هذه إن شاء الله تحفظوها، هذه إن شاء الله بالدوام أحاول أنا أحفظ لكم إياها. إذا الشيء المميز بالاسم النكرة يجب أن يكون الاسم النكرة منون، سواء أكان يعني تنوين ضم أو تنوين فتح، العفو، أو تنوين كسر. هذا بالنسبة إلى سؤال الأذكياء كان اليوم، واللي حصله مشكور محمد مازن بالصف من الدوام، نصفق لك محمد مازن. زين، إذا هسه راح تنتبهون وياي على أنواع المعارف. قلنا أنواع المعارف، هذه طبعا الأنواع قلنا، بعدين إن شاء الله كل موضوع راح نشرح بموضوعه، لأن إلها قاعدة خاصة وإلها تمارين خاصة، يعني كل موضوع بموضوعه وعدد وصفحات موجودة. اليوم أنا فقط 10 دقائق، يلا كافي، اترك الشات وياي. إذا هسه عندي انواع المعارف، بس اريد حتى تكون على علم، المعرف بال واسم العلم والمعرف بالاضافه، انتبهوا علي. راح يسالوني قسم العام، كانوا راسا يسالوني، راسا وقفوا الشات ويا يا ماما. غيث ماما حبيبي، مو قلت لك ان شاء الله من نداوم هذا او من اوصله العلم، العلم موضوع خاص، انا بس مجرد اريد تعرفون المعرف بال، انواع المعارف، معرف بال والعلم والمعرف بالاضافه. الا هذه كل واحد لها موضوع خاص، يعني هاي مو هينه اني اشرح لك، لان انا ما اريد اخبط عليك، يعني ما اريد اسرع بالماده، لان هذا موضوع كلش مهم وموضوع جديد بالنسبه للصف السادس، يعني بالخامس ما كنا ماخذي، أخذنا الباقي الأسماء المرفوعة، أخذنا المنصوبة، أخذنا المجرورة، عندكم علم بها، لكن هذا جديد، لهذا أنا مدى أسرع به حتى تفهموه كلش زين. زين، سما هيثم على شنو مثال حبيبتي تريدين؟ على شنو مثال؟ سما هيثم كتبي لي على شنو مثال؟ لا تسرعون، لا تسرعون بالمادة، لا تسرعون. مريم حيدر، لا تسرعون بالماده، ماما عوفوا العلم. هسه آية، هسه راح اعطيكم، هسه راح ابدي اشرح الاعراب، انتبهوا علي، انتبهوا علي. طبعا هذه النكره والمعرفه ما لها اعراب ثابت، يعني مو تقولون مثلا نكره مرفوع او معرفه منصوب، لا ماكو هيك شيء. لا شوفوا الجمل اللي عندي، انتبهوا علي، الجمل بالنسبه راح ارجع لكم اني بالنسبه للنكره. انتبهوا علي، شوفوا علي، هنا عندي كتب تلميذ درسا، انتبهوا علي. طبعا هسه الكل يعرف يعربها، انا متاكده الكل يعرف يعربها، الكل.
هنا راح نعرف كتب فعل ماض مبني على الفتح وياي وفتشات، ركزوا على الاعراب، ركزوا. فعل ماض مبني على الفتح، ماذا ياتي بعد الفعل؟ احسنتم، فاعل. ماذا ياتي الفاعل؟ الفاعل ياتي مرفوع، الفاعل ياتي مرفوع. اذا اقول ضعوا علي، تلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعي. أحسنت أمير عادل، عاشت إيدك، عاشت إيدك حبيبي، بس ما أريد أحد يكتب على الشات. أمير عادل انتبه على الشرح، ماما تبوا علي. تلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم أو الضمة الظاهرة على آخره، مو مشكلة. أما الضم أو تنوين الضم الظاهرة، الضمة الظاهرة على آخره. بعد الفاعل راح يجيني مفعول به، تبوا علي. احسنتم، عاشت ايديكم. مفعول به، عمي شطار بس ما اقدر لكم، لا حد يكتب على الشات، اترك الشات، اترك الشات، لان الباقيين ينتبهون على الشات ويعوفون الدرس. عينك على الشاشه، اترك، حول من الشات للشاشه، عينك على الشاشه وياي. اذا كتب فعل ماض مبني على الفتح، تلميذ فاعل مرفوع علامه رفعه الضم الظاهر على اخره، درسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه، أما قلنا تنوين الفتح أو الفتحة الظاهرة على آخره. محمد مازن هسه عوف الكتابة، باعوا هذه العجلة جوزوا منها، يعني كل المعلمات دا يشكون من هاي الظاهرة. احنا بنهاية المحاضرة دا ننطي الواجب البيتي ودا ننزله على الجروب، يعني دا تقطعون الدرس ودا تقطعون المحاضرة ودا تكتبون على الشات. ليش ماما؟ افتهم الدرس ماما، هي الكتابة مو فشي، من تفتهم تقدر تكتب، مو بس من ما تفتهم في الدرس. أنا شو أسوي بالكتابة مالتك إذا ما فهمت؟ أنا أريد تفتهمون ماما، أريد تفتهمون. فاترك الشات واترك الكتابة، أنا راح أنزل لكم راح هسه بنهاية المحاضرة راح أقول لك ايش تكتب، وراح أنزل لك على جروب أقول لكم ايش تكتبون وشنو الأريدة منكم. تبوا علي، هسه كل شيء ما تكتبه محمد مازن أو في الكتابة كلها راح أنزل لك إياها، كلها راح تكتبها وياي. راح اعيد، كتب فعل ماض مبني على الفتح، تلميذه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره، درسا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. لكن تتذكرون العام مثل ما تعلمنا بنهايه كل اعراب كنا نقول مثلا وهو مفرد وهو مثنى وهو جمع، هنا سنذكر فقط وهو اسم نكره، وهو اسم نكره. انتبهتوا علي؟ لماذا؟ لان اعطيني تنوين منون، يعني انا من اعرف مرفوع وعلامه رفعه تنوين الضم حتى السامع او القارئ يعرف بانه انت تعرف هذا الاسم نكره، ومع ذلك اذكر في نهايه الاعراب وهو اسم نكره، وهو اسم نكره. نفس الشيء درسا، ايضا درسا مفعول به منصوب وعلامه نصبه تنوين الفتح، او اقول الفتحه الظاهره على اخره مو مشكله، وايضا اذكر اقول بالاخير وهو اسم نكره. فهمتوا بالنسبه للاعراب؟ يعني النكره والمعرفه ما عندها اعراب ثابت حسب موقع الجمله، ما عندها اعراب خاص به، مو مثل المبتدا والخبر، لا المبتدا مثلا يجيني عندي اعراب خاص به، هذا اسم مبتدا، هذا خبر، هذا فاعل. اعيد، راح اعيد زين وياي. شوفوا مداولكم، راح يكتب على الشات. اي نعم، سهل سهل سهل، بس مع ذلك احنا نعيد مو مشكله، نعيد زين وياي. عندي لان الفرض جمله، هسه جتكم هنا جمله فعليه، والفعليه بدات بفعل، ونوع الفعل الذي بدات به هو فعل ماضي. اذا كتب فعل ماض مبني على الفتح. راح انتقل بعد الفعل راح يجيني فاعل، والفاعل قلنا ياتي مرفوعا، اذا اقول تلميذ فاعل مرفوع وعلامه رفعه، اما ان تذكر في التنوين الضم او تذكر الضمه الظاهره على اخره مو مشكله. درسا درسا درسا، شوفوا انا تعمدت احط لكم خط على ما تنتبهون على التنوين شويه. درسا مفعول به منصوب وعلامه نصبه تنوين الفتح او الفتحه الظاهره على اخره، ايضا مو مشكله. وقلنا نذكر في الاخير بين قوسين وهو اسم نكرة، وهو اسم نكرة. الجملة الثانية عالجة، أيضا جملة فعلية بدأت بفعل، ونوع الفعل الذي بدأت به أيضا فعل ماض. إذا عالجة فعل ماض مبني على الفتح، وطبيب فاع
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو تنوين الضم كيف حسب الإعراب، اثنينهم صحيحة. ومريضا طبعا بعد الفاعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح الظاهرة على آخره. راح أجي إلى الجمل الأخرى مالت المعرفة وياي. أيضا هنا جاءت الجملة فعلية وأيضا بدأت بفعل ماضي. أحيانا مو مشكلة تجيكم مثلا محمد رجع من السفر، أيضا محمد نعم، لكن هذه المواضيع أنا ليش ما أعطيتكم إياها؟ هذه تعرفوها إن شاء الله بالمتوسطة. راح تصبح عندكم الجملة الإسمية وبعدها الخبر راح يكون جملة فعلية، وإحنا هذا الشيء ما عندنا بالسادس، فما أريد أضخم المادة عليكم حتى لا تتعبون ولا ترتبكون. أريد أبسط لكم المادة وبالموجود فقط بالكتاب، لأن إحنا لازم نتحدد بكتاب صف سادس، وإلا معلومة خارجية حلوة تستفادون منها. يعني العام تذكرون أعطيتكم أني أشياء خارجية قلت لكم إن شاء الله بالسادس راح تستفادون منها، وفعلا هسه جدتي إن شاء الله إن شاء الله أوصل إن شاء الله إن شاء الله أوصلكم المتوسطة إن شاء الله وياكم. حبيبتي إن شاء الله. يلا إذا راح نرجع وياي. رجع جملة فعلية بدأت بفعل ماض، إذا رجع فعل ماض مبني على الفتح، بعد الفعل فاعل، شوفوا محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم أو الضمة الظاهرة محمد من السفر، من حرف جر، شوفوا هنا جتني بها جر، شوفوا السفري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. لكن هنا ليس نكرة، راح أذكر بين قوسين وهو معرف بأل أو اسم معرفة، يعني نهاية الإعراب أقول وهو معرف بأل أو اسم معرفة، اثنينها صحيح، لكن حتى أضبطها بالضبط يعني أحددها كلش أقول يا نوع من المعرفة هو وهو معرف بأل. إنما هنا حتى تفرقون بين النكرة والمعرفة فوضعنا أل للتعريف، التعريف في بداية كل اسم حتى يصبح معرفة. ليش؟ لأن قلنا من نريد نعرفه للاسم، يعني من يصبح معرفة، الاسم من يصبح معرفة إذا كان نكرة، من يصبح معرفة راح أضيف لألف ولام في بداية الاسم. يعني هاي كلمة عندي كلمة أزهار صارت الأزهار. الأزهار. في الحديقة حرف جر، طبعا في حرف جر، والحديقة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، ولكنه يعني في نهاية الإعراب أقول وهو اسم معرفة أو أقول معرف بأل، أقول معرف بأل. زين، إذن أعيد وياكم أنواع المعارف حتى شوي ما تنسون. المعرف بأل، أنواع المعارف عندي ثلاث أنواع. هسه إن شاء الله المستلم كتب من عندكم يقلب بالكتاب يشوف أنواع المعارف، المعرف بأل والعلم والمعرف بالإضافة. وقلنا قلت ما أريد أثقل عليكم وأنطيكم هسه كلها فد نصية، لأن لا كل واحدة موضوعها الخاص حتى تترسخ دماغكم أكثر، يعني حتى تفهموها كل زين، لأن هذه كل واحد إلى سؤال وإلى موضوع وإلى تمارين الخاصة. يعني المعرف بأل إلى أسئلة خاصة، واسم العلم إلى أسئلة خاصة، والمعرف بالإضافة إلى أسئلة خاصة. يعني أنا أجيب بالامتحان من المعرف بأل أجيب سؤال، من العلم أجيب سؤال، ومن المعرف بالإضافة أجيب سؤال. أي عشت إيدي السماوي أنت شاطرة. زين، إذن هذه هي أنواع المعارف، قلنا المعرف بأل والعلم والمعرف بالإضافة. أرجع أعيد النكرة أرجع أعيد النكرة اسم، كلش تركزوا لي على هذه، اسم يعني الفعل والحرف نستبعده. إذن اسم يدل على شيء غير معين، يعني عندي أنا هواية أشياء أسماء أشياء معينة، يعني عندنا أمثلة، عندنا هواية أمثلة، يعني بالصف إن شاء الله عن طريق الوسائل
راح بعد اكثر تتوضح عندكم، ولو هسه بالباوربوينت يعني نوعا ما. اذا قلنا تلميذ، وقلنا درس، وقلنا قلم، وقلنا شجره، هذه كلها اسماء، اسماء تدل على انسان، تدل على نبات، تدل على جمال. يعني اقول صوره، اقول حائط، اقول سبوره، يعني اشياء مثلا الموجوده اللي داخل صفنا، اللي داخل الصف مثلا شباك، سبوره، حائط، الاناره الاضويه، كلها هذه اسماء جمال، ولكنها غير معينه، غير معينه. من اريد اعرفها، من اريد اعرفها يعني اسويها معرفه، ادخل عليها، قلنا التعريف، حتى يكون الاسم معرف ادخل عليه التعريف. من ارفع التعريف راح يصبح الاسم نكره. من اصبح من يعني اخلي التعريف راح يصبح الاسم نكره. زين هسه انطوني هسه ما يخاف راح اشتغل على الشات، ما ارجع اني ما اخلي لكم الصوره، بس هاي الصوره. انطوني اسماء نكرات، يلا انطوني اسماء نكرات، يلا افتح افتح الشات الان. السؤال مطروح لك، شنو معلمة فاطمه ياسر كتبي زين، معلمه، نعم معلمه، نعم بعد اسماء، نعم بيت، قلم، كل الزين، جندي، كل الزين، عزيز، نعم شوفوا حتى الصفات، حتى الصفات، نعم مدرس، تلميذ، مدرسة، نعم نعم كتاب، نعم رسالة، قارب، كل الزين، ممتاز ممتاز، نعم هذه أسماء نكرات. ولكن ماذا يجب أن تكون؟ وقفوا وقفوا الأمثلة، شكرا جزيلا، عاشت إيديكم، بارك الله بكم، إلا من الحمد لله، يعني الرسالة مالتي وصلت، يعني الموضوع وصل، الفهم مالته الحمد لله والشكر. اي عشت ايدك امير، عشت ايدك كتاب، كل الزين. زين طاوله، نعم كل الزين، كرسي، عافيه، انتبهوا علي. اذا ماذا قلنا على الملاحظه؟ ماذا يجب ان تكون النكرات؟ ماذا يجب ان تكون النكرات؟ يجب ان تكون النكره، يجب ان تكون النكره للنكره، اذا كانت النكره بدون ال و و بدون ال و ومنونة، كل الزين منونة، يعني بها تنوين، بها تنوين، كل الزين. فاطمة أحسنتي حبيبتي، كل الزين. زين ها جعفر أعيد لك الإعراب، ما راح أعيد الإعراب، أوكي راح أعيد الإعراب، أعيد الإعراب، انتبه علي يا حبيبي. طبعا قلنا النكرات وياي، وقفوا الشات وياي، أحسنت نور الأمين، عاشت إيدك منونة، نعم كل الزين، سما هيثم عاشت ايديكم، انتبهوا علي، انتبهوا علي، انتبه علي جعفر، خلي بالك يا امي ماما. انت هسه الان امامك هاي الجمله واريد تعرفها. اول شيء من اريد اعرف الجمله احدد، تذكرون العام نطيتكم هاي الملاحظات، احدد هل الجمله اسميه لو فعليه. أول شيء من أريد أعرف جملة أحددها اسمية أو فعلية. إذا هذه الجملة محددة هي فعلية، لماذا؟ لأن بدأت بفعل، ونوع الفعل الذي بدأت به الجملة هو فعل ماض. إذا سأقول رجع، فعل ماض مبني على الفتح. ويا يا جعفر؟ جعفر ماما ويا يا حبيبي؟ اي عاشت ايدك، خوش. اذا تبعوا علي، اذا قلنا اول شيء بالاعراب يجب ان احدد نوع الجمله، هل هي اسميه ام فعليه؟ لماذا؟ من حددت الجمله فعليه وياي جعفر، من هسه راح تكتب لي، حسالك وتكتب لي، من حددت الجمله فعليه، اذا ستبدا بفعل، ماذا ياتي بعد الفعل؟ اكتب لي جعفر، رجع فعل جعفر، بس جعفر يكتب، ماذا يأتي بعد الفعل؟ عاشت إيدك، يأتي بعد الفعل فاعل. إذا أنت افتهمت الآن، افتهمت الآن بأنه بعد الفعل يجب أن يأتي فاعل. إذا الموقع الإعرابي لهذا الاسم اللي هو أصلا معرفة، محمد أصلا معرفة، واحد من أسماء العلم، هذا اللي سألوني يعني شنو علم، يعني علم شيء معلوم،
شيء معرف. فواحد من أسماء الأشخاص هذا هو اسم علم. إذا سما لا تكتبين ماما، أنت عند الشهر قد يجوز غيرك ما تفهمه بسرعة، فلهذا أنا معودتكم أعيد هواية. إذا أحسنت ريتاج حبيبتي عاشت إيدك، بس وياي لا تكتبون، انتبهوا على الإعراب. إذا قلنا محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بنفس الوقت أقول وهو معرفة، لأن هذا نوع من أنواع العلم. معرفة لأن عرفت منو اللي رجع من السفر، صار عندي معلوم مو؟ فصار عندي معلوم. إذا هنا الموقع الإعرابي هو محمد، بنفس الوقت هو معرفة، بنفس الوقت معرفة. زين أجي هنا من حرف جر، من حرف جر لا يعني ما يجوز أسمي لا نكرة ولا معرفة، لأن الحروف لا تدخل ضمن النكرات والمعارف. الحروف ما تدخل ضمن النكرات والمعارف. زين هنا السفري، من السفري، من السفري. المن حرف جر، ما حد يكتب بس جعفر، وأول يكتب جعفر. من حرف جر، ماذا يأتي بعد الحرف الجر؟ جعفر اكتب لي ماذا أسمي بعد حرف الجر؟ وينك جعفر وياي؟ من حرف جر السفري، ايش راح أعربها؟ السفري. جعفر وياي ماما؟ جار ومجرور. إذا أحمد عباس لا تكتب أنت. إذا جار ومجرور. السفري بالذات أسميها مو جار مجرور، لا أسميها اسم مجرور. جعفر ماما. السفري أسميها اسم مجرور. ليش؟ لأن هي كلمة السفر أيضا أساسا هي اسم. أساسا اسم. أساسا السفر أساسا اسم. وبما أنه جرها حرف جر يعني سبقها حرف جر، فأقول السفري اسم مجرور. عندما أقول اسم مجرور يجب أن أقول وعلامة جره، اسم مجرور بحرف الجر اللي هو من، وعلامة جره. طبعا علامة الجر الأصلية شنية؟ علامة الجر الأصلية، علامة الجر الأصلية، يلا جعفر علامة الجر الأصلية، لا حد يكتب بس جعفر، لا مريم أنا دا حاجة جعفر كسر عاشت إيدك. إذا علامة الجر الأصلية هي الكسرة. إذا رح أجي أعرب في الحديقة، ما حد يكتب لي بس جعفر، تبوا علي يعني أكثركم مفتهم الحمد لله. الحديقة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، لكن هنا نلاحظ بها ألف ولام فمعناه معرفة. إذا بنهاية الإعراب راح أكتب وهو، وينك جعفر وياي؟ بنهاية الإعراب راح أكتب وهو معرف بأس أو اسم معرفة. أقول أو هو معرفة أو معرف بأس، أما أن أقول معرفة أو معرف بأس. فهمتوا علي؟ جعفر فهمت لو عيد؟ يلا اكتب لي. إذا ما بيفد نوع، افتهمت الحمد لله عاشت إيده، ما بيفد نوع يعني محدد للإعراب، لا. قلنا إعرابه حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة فقط، فقط أحدد إذا كان اسم نكرة أو اسم معرفة. شوفوا جاء طالب إلى المدرسة، شوفوا هذه الجملة فعلية. لماذا؟ بدأت بفعل، والفعل ماض جاء فعل ماض مبني على الفتح. طالب، باعوا طالب اسم لشخص مو انسان، طالب انسان. شنو اسم معرفه وشنو ها اسم معرفه او كيفكم او معرف بأ؟ هسه حاليا فقط تذكروا لي معرفه، اذا ما ماخذين احنا المعرف بأ تذكرون مثلا معرفه، واذا بي عادي ما يخالف، اذا الف ولام نعم اذكروا وهو معرف بأ، نوع من نوع من انواع المعارف، وهو معرف بأ، وهو معرف بأ. زين هنا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، طالب، شوفوا فاعل مرفوع وعلامه رفعه اما قلنا تنوين الضم أو الضمة الظاهرة على آخره مو مشكلة. هنا أقول وهو اسم نكرة في نهاية الإعراب بين قوسين، وهو اسم نكرة. لماذا؟ أولاً ما بي ألف ولام بالبداية، وثانياً بي تنوين، ثانياً بي تنوين. إذا هذا صفات الاسم النكرة، لا يحتوي على الألف واللام وحدة، ثانياً بي نكرة، بي العفو بي تنوين.
بيتنمي. إلى قلنا نستبعدها حرف جر لأن مو ضمن المعارف والنكرات، إلى لأن غير تام يعني غير مفهومة المعنى، إلى إذا استعملها واحدة ما تدل على فرد شيء، إلى غير دالة المعنى. إذا المدرسة صارت واضحة، صارت مفهومة المعنى، إلى حرف جر المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. مدى فهم سؤال السما ماما؟ مدى فهم سؤالك؟ خليني بعدين اسأليني، خلي أكمل الأمثلة حتى تفهمون الدرس. أنتم ما عليكم، قلت هذا السؤال بس اسألوا لي، تكتبون قاعدة، تكتبون تمارين، أنا هسه راح أخلص وأعطيكم على جروب شو تكتبون، وراح أعطيكم مجال لأن يعني عندي هواية شغل. راح اعطيكم مجال في الساعتين ثلاث ساعات لان اريد كتابه مرتبه، انا ما اريد استعجال. تستعجلون وتطلع الكتابه ما مرتبه، لا. وياي. اي نعم اي 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 نعم اي بالاخير بين قوسين تكتبين نعم وهو نكره. وهو نكره. ما تكتبين لانه لا، ما تكتبين لانه ما بيقل ومنون، لا ما اريدها، فقط تكتبين بالاخير طالب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره هو بين قوسين وهو اسم نكره وهو فقط. لا تكتبوا لي يعني الاسباب، لا ما اريد. قلنا حرف الى حرف جر المدرسه، اتركي تشات، اتركوا تشات حبيباتي، شكرا جزيلا. اتركوا وياي حبيباتي. افهمتوا قمتوا ما تنجرحون، انتبهوا علي. إلى حرف جر المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. هذه بين قوسين أكتب وهو معرف بأل، وهو معرف بأل. شوفوا ماكو تنوين، ماكو تنوين، أكو أل ماكو تنوين، ماكو أل أكو تنوين. شوفوا هذا الفرق بين النكرات والمعنى. الجملة الثانية الأم، الأم جاوبوا على الشات. اسم أم فعل؟ الأم اسم أم فعل؟ اسم، ممتاز كل زين. إذا هذه الجملة اسمية بدأت باسم، حضروا أيديكم. كل جملة تبدأ باسم أسميها، كل جملة أبدأها باسم جملة اسمية، كل جملة وين ايدي انا؟ كل زين محمد مازن رقع ايده بالطب بالرحلة. كل جملة ابدي بها اسم، الاسم يسمى مبتدأ. كل زين، اذا الجملة الاسمية تبدي باسم، الاسم هنا يعرب مبتدأ، والمبتدأ وقفوا الشاشة، عشت ايديكم، وقفوا وياي على الشاشة وياي عينك. الام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. ساهرة، شوفوا الفرق هسه كلش واضح أمامكم. الأم بها ألف ولام، إذا عليها ضمة فقط. هنا جت ساهرة خبر مرفوع أيضا، ولكن نكرة بدون ألف ولام جت منونة. هسه صارت كلش الظاهرة أمامكم واضحة. إذا الأم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو معرف بأل. ساهرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو اسم نكرة، وهو نكرة. على حرف جر الأبناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وهو معرف بأل. لا فقط نكرة، ما يحتاج أقول نكرة منونة، فقط أقول وهو اسم نكرة. اتركوا الشات، اتركوا الشات. إذا هذه الأمثلة صارت واضحة أمامي. الجملة الأولى قلنا جملة فعلية بدأت بفعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، وطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو اسم نكرة. إلى حرف جر المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وهو معرف بأل. الجملة الثانية كانت جملة اسمية، لماذا؟ لأنها بدأت باسم، وكل اسم أبدي به جملة يعرب مبتدأ. إذا الأم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو معرف بأل. ساهرة
خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو نكرة، على حرف جر الأبنائي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وهو معرف بال، وهو معرف بال. طبعا هذا هسه الآن بعض هذا اللي أريد اللي قلت لكم عليه، هذا اللي كتبت لكم عليه طبعا، هذا راح تكتبوه هسه قدامكم، هسه كلكم ما زال يومكم مسوده، راح تكتبوا لي هذا اللي اريده من عندكم، هذا تزوليه بعدين ويا الواجب. اكتب جمله فيها اسم نكره، هذه اريدها، هذا اللي قبالكم على الشاشه، هذه الاريده. خو مو هسه غيب، مو هسه، وبعدين جملتك خطا، يزرع الفلاح والفلاح معرف بأل، بس نكرة قمحا نكرة صحيحة، بس أريدها نكرة، هي نكرة، أريدها الجملة نكرة، يعني الجملة نكرة، لا تحطوا لي بها كل معرفة، أي بس مو كلمة إدريس ماما، مو كلمة، مو كلمة، مو كلمة. ما يخالف جعفر ماما عيد الفيديو مرت اللخ، حتى يعني يجوز النت مالتك ضعيف. آية الأزهار، الأزهار معرفة، نظرة صح نكرة، أنا أريد الجملة كلها نكرة، يعني راح أعطيكم أنا مثال، لو أنتم تطوني يلا مو هاي عليها درجات، لا غلط. التلميذ معرفة، فاطمة التلميذ معرفة، التلميذ ذهب فعل أصلا، ذهب اشتريت مجلة، لا رليت، عاشت إيدك، أحسنتي، عاشت إيدك، عاشت ايدك. ما اريد شرح محمد مازن، ماذا اقول لك، ما كنت اريد جمله بها نكره. نطتني لارا ليس باعوا، اشتريت مجله، اشتريت مجله. او تقولون صديق مخلص، اثنينهم هذا مين نكرات، مبتدا وخبر بس اثنينهم نكرات. عالج طبيب، اي نعم ممتاز احسنتي، عاشت ايدك سما، كل الدين وياي. اذا هذه الدزوليه ويا الواجب، هذه الدزوليه ويا الواجب، الدزوليه ويا الواجب. طبعا اريد اسم نكره واريد جمله بها اسم معرفه، دزولي جملتين ويا الواجب من تكملون واحد، يعني بورقه واحد بواحد، هذا الاختبار، جمله نكره وجمله معرفه، اريد من عندكم جملتين، لا تكتبون على الشات، ما اريد ماما لا تكتبون على الشات حاليا. الواجب البيتي اسمع من عندي، لان المحاضره على نهايه، اسمعوا من عندي الواجب البيتي. راح أنزلكم آني، لا تستعجلون بالكتاب، انتبهوا علي، راح أقول انتبهوا علي. أولاً راح أنزلكم على الجروب القاعدة اللي نكتب كل مرة بالدفاتر، اللي طريقة اللي آني أكتبها الشرح والقاعدة، تكتبوها بالبداية ما تدفتر قبل التمارين، وأتصور فيكم استلمت كتب، ومع ذلك ما استلمت كتاب راح أنزل التمرين، لا تكتبون انتبهوا علي حبيبتي سما، المستلم كتاب راح انزل لكم تمرين الاول والثاني على الجروب، فقط تمرين الاول والثاني، نعم صفحه 8 فقط، تمرينين كتابه وحل، لا حد يكتب بس الحل، لا العام تعلمنا، تذكرون انتبهوا علي، انتبهوا علي، انتبهوا علي، اي تحلوه، نعم ايه انتبهوا علي، العام كنا نكتب التمرين اللي فوق والحل اللي جوه، نفس الترتيب مالت العام اريد، نفس الترتيب مالت العام اريد، التمرين ينكتب لي فوق والحل اريد لي جوه، يعني اللي يدز لي غير شكل ترى اقول له عيد، فانتبهوا، انتبهوا علي، انتبهوا اللي دا اقوله ماما، كتابه وحل، لي فوق تكتب التمرين ولي جوه يصير الحل، مثل العام، مثل ترتيب العام مالت القواعد، يصير دفتركم مرتب. اذا راح يصير الواجب كالاتي، القاعدة راح تنكتب قبل التمارين مثل العام بالضبط، القاعدة والشرح راح أدز لكم إياه على الجروب، هسا أول ما أخلص أدزه على الجروب، وبعدين التمرين الأول تكتبون عنوان الموضوع اللي فوق، عنوان الموضوع النكرة والمعرفة، التمرين الأول صفحة 8 وأبدي، النص مالت التمرين الأحمر ينكتب، أحمر أو أزرق ما أعرف، النص ينكتب، تكتبون النص وبعدين تكتبون الجمل وتجرون خط وجوه تكتبون الحل، جوه تكتبون الحل. فهمتوا علي الطريقة؟ فهمتوا الطريقة علي؟ فهمت؟ مع ذلك ما افتهم
يدز لي على الخاص تبعوا علي. اي كتابه تم على الجروب الخاص بالمدرسه ما حد يكتب، اي كتابه تم على الجروب ما حد يكتب، تعالوا لي خاص، تعالوا لي خاص، ولا تكتبون تم ارسال الواجب. يلا حبايبي التقيكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى، واتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده، واتمنى تكونوا ان شاء الله فهمتوا من المحاضره، وشكرا جزيلا للمتابعه، والتقيكم في دروس مقبله ان شاء الله. الى اللقاء، مع السلامه.